ايه ده عزت؟ ايه اللي جابك هنا؟ مش في ميعاد عشان اوصلك الجامعه؟ حق عليا اللي عايز ارحمكم من زحمه المواصلات. ما قلتليش، ايه رايك؟ حلو اللبس ده؟ حلو قوي، بس انا مستعجله. ايه رايحه فين يا حنة؟ عندي مشوار كده. لا مشوار ايه؟ ده انا عازمك على فنجان قهوه من 30 جنيه في الاوتيل اياه. معلش يا عزت، خليها مره ثانيه. مالك انت؟ حاسه ان انت متغيره؟ ولا متغيره ولا حاجه، عادي يا عزت، بقول لك عندي مشوار مهم. عادي، باي باي، هبقى اكلمك. ازيك؟ ازيك؟ اتاخرت عليك؟ لا سكي، مفيش مشكله. معلش. كده برضو حلال؟ تعملي في انا كده؟ ده انا بحبك. بس انت برضو معاك حق، انا اللي طلعت من توبي. عايز ادخل في سوق عاد زي النسوان. دي قلبي خضتني. جبت فلوسي يا قمر؟ محسن بابا خد من الفلوس اللي احنا محوشينها. يا نهار ابوك اسود، انت بتتكلمي جد؟ بس بقى، بس ما تعليش صوتك، بلاش فضايح. فضايح؟ انت ايه شوط فضايح؟ مالك دول ايه؟ ما بيحسوش؟ مش عاملين لي اي حساب؟ مره يجيبوا لك عريس عليا، مره ياخدوا الفلوس بتاعتي. يعني انا شقطه بيطلع عين امي، في الاخر هم يلطشوا فلوس؟ انت يعني كنت شويه حراميه؟ بس بقى عيب كده، كفايه بقى، حرام عليك، انا لا هي منك ولا منهم. خلي اهلك ينفعوكي. انا تعبت. في ايه يا بنت مالك؟ في ايه؟ انا خلاص موافقة على العريس اللي انت جبتوني. طب ومحسن؟ سيب ربنا، مش ده اللي انتوا كنتوا عايزينه وهو حصل. ربنا يكملك بالعقل يا بنتي. مالك يا إيهاب؟ إيه اللي مضايقك؟ مخنوق شوية. في حاجة؟ عايز أشم شوية هوا. حسام تعالى شوف الباشا. إيهاب أنا عايزك. عايز مني إيه تاني؟ ما تسيبني في حالي بقى. عايز أتكلم معاك يا إيهاب. أنا بقى مش عايز أتكلم معاك. يلا إحنا أصحاب. يلا في إيهاب إزاي؟ كلنا أصحاب. تعالى معايا دلوقتي. انت من سكه وانا من سكه يا سيف. تعالى معايا بس كده. امشي من هنا بقى. يا اتفضل. اتفضل. هما كلمتين وماشي. حضرتك ما تعرفش الموضوع اللي بيني وبين حنان؟ لا. موضوع ايه؟ المفروض انا وهي نتجوز. لا ما اعرفش. ليه يا دكتور؟ هي ما قالتلكش وهي معاك في العربية؟ انت عايز ايه؟ انت اللي عايز ايه؟ انا وحنان بنحب بعض من 4 سنين ومتفقين على الجواز. تفتكر يا دكتور هي بتحبك انت؟ لو ما بتحبنيش كانتش وافقت انها تتجوزني، ما كانتش ركبت معانا العربيه. مش انت شفتنا؟ شفتكم.
انا اسف للازعاج ومبروك. عزت انت كنت بتعمل ايه هنا؟ كنت ببارك للعريس. عزت اوعى تكون ضربته. شرف والله العظيم. اوعدك اني اسعدها. الله يخليك. الله يخليك. لا نشرب الشربات ده. اتفضل. مبروك يا مدام. الله يبارك فيك. تغلبها بالمال وتغلبك بالعيال. الزغرات يا ولية. سلم على عريسك. مش هسلم على حد. بس حبيبتي ايه بالراجل في بيتنا يقول علينا ايه؟ انا اتفقت معاه ان كتب الكتاب والدخلة بعد ما تخلصي على طول. شوف الراجل ذوق ازاي. ده انا جزء من المهر. ما هو عارف ظروفنا. قصدك العربون. اخص عليك يا هلا ما تقوليش كده. وما اغسلي وشك واخرجي سلمي عليه وبعدين يبقى يحل لها الف حلال. ماشي. انا هقوم اسلم عليه. بس الفلوس بقى اللي خدتها من محسن ترجع له. دي امانه بقى ولازم ترجع لاصحابها ولا ايه؟ طيب يلا يلا. مش هستحمل. هلا انت عارفه انا بحبك قد ايه عشان خاطر ما تزعليش مني. وبعدين فلوس هي فلوسك. عارفه مفيش فرق بينها. الحق يا مصر. ده بترفعتي كلها يا عم. سيب الحاجه يا عم. يا عم سيب الحاجه عشتيني يا هلا. سلامتك. بس تقلع عادي. لسه غدا واقف مستنيكي بره عشان اوديكي الفندق. قولي ان شاء الله نخرج النهارده. تعبانه. طيب خير يا حاجه. هي مالها؟ تعبانه شويه. طب استاذنك في شويه شاي لغايه ما ابص عليك. معانا يا اخويا. خير؟ بيقولوا تعبانه. في ايه؟ ده رايك ايه الدلع اللي انت فيه ده؟ ده الموسم بدأ وعندنا شغل كتير. خلاص بقى كفايه. حرام عليك. ما بقتش قادره. تعبانه وقرفت من نفسي. خلاص بقى حرام عليك. كفايه بقى كفايه. نعم يا روح امك.
انت فاكره نفسك شغاله في الحكومه يا بنت تبلطجي زي ما انت عايزه؟ لا فوقي ده الولايه كنت ضعت وجعتي انت والمحاريس اللي بره دي وامي. اسمعيني كويس قوي، وشرف الغالي عندي اعمل لك فضيحه بكلاجل في الحته وفي الجامعه، واقول لهم بقى بتصرفي منين وجبت اللبس ده منين. افهميني كويس والا هسيح لك سياح ما حصلش. مستنيك بكره الساعه 12، ابقى ما تجيش.